الله الرحمن الرحيم. المحاضرة اللي فاتت كان تكلمنا عن الفاتيك فيلير و تكلمنا عن الانديورنس ستريسس، وافترض ان احنا قبل ما نعمل ديزاين لازم نحسب الانديورنس ستريس بتاع اي قطعة او عضو او بارتس يعني احنا عايزين نستخدمه في الديزاين بتاعنا. طيب فقلنا الانديورنس ستريس لازم نعرفه على اساس انه الاجهادات اللي بعدين هنستخدمها في الاعضاء اللي احنا هنقوم بتصميمها يجب ان تكون اقل من الانديورنس ستريس على اساس انه نضمن ان القطع بتاعتنا ما بيحدث لها فيلير نتيجة للفاتيك في عمرها كله for life. اوكي وبنعرف الانديورنس ستريس اما عن طريق اختبارات معملية او عن طريق يعني استخدام ايكويجنز محددة يعني حددناها وقلنا هذه الايكويجنز ممكن يعني ايكويجن تقريبية لكن هي موثوقة يعني قريبة بتدي نتائج قريبة للاختبارات المعملية اللي هي قلنا الانديورنس ستريس دائما بيساوي شنو نص الالتيميت ستريس دي في حالة الالتيميت ستريس اقل من 1400 ميجا باسكال. اوكي اما اذا كان الانديورنس ستريس الالتيميت ستريس اكثر من 1400 ميجا باسكال ناخذ الانديورنس ستريس كقيمة ثابتة وهي 700 ميجا باسكال. طيب نجي نشوف الانديورنس ستريس اللي حسبناه اما بالايكويجنز او من المعمل دي نجي نطبقها على شنو القطع اللي نحن ماشيين نصممها سواء كان شافت عاوزين نصمم مسمار عايزين نصمم تريز whatever it is بتلقى انه القطع اللي انت ماشي تصممها دي الظروف بتاعة التشغيل بتاعها بيكون مختلف عن الظروف بتاعة المعمل اللي انت الاختبارات اللي عملتها في المعمل. معنى كده الاندورنس ستريس دي لازم شنو تتغير على اساس انه تتوافق مع الظروف الجديدة من حيث درجة الحرارة من حيث نوعية التحميل لانه التحميل هنا اساسا هو الريفيرس بيندينج احنا عملناها في المعامل دايما بنعمل بالريفيرس بيندينج الفاتيك عند الريفيرس بيندينج وهناك ممكن يكون عندك تورشن ممكن يكون عندك اكسير ستريسز ممكن يكون عندك كومباين برضو بين تورشن وبيندينج واكسير كلها مع بعض وممكن يكون عندك يعني برضو نوعية الحجم بتاع القطعة اللي انت بتقوم بتصممها ما نفس الحجم بتاع القطعة اللي انت عملت لها تيست برضو نفس الحكاية السيرفيس فينيش السطح بتاع القطعة اللي انت ماشي تصممها بيختلف قد تختلف تماما عن طريقة السيرفيس فينيش اللي انت عملت لها تيست دي كلها عوامل شنو بتأثر في الفاتيك القيمة بتاعت الفاتيك endurance stress. طيب اذا احنا ندي اعتبار لكل هذه العوامل ونقوم نجيب الفاتيك الاندورنس ستريس نتيجة اللي جبناه من المعمل ونقوم نضربه في فاكتورز على حسب شنو الظروف التشغيلية الجديدة فعشان كده ظهر لنا شنو ايكويجن جديد في واحد اسمه مارين عمل الايكويجنز بتاعت سماها سميت بمارين مارين ايكويجنز هذه المارين ايكويجنز بتدينا شنو القيم الجديدة اللي بتتوافق مع شنو. طيب هنا سوري يا هذه المارين ايكويجنز و الاندورنس ستريس عندنا دي الاندورنس ستريس اللي هي جايبينها من المعمل لاحظ هي اس اي فيها برايم فيها علامة فوق داش صغير الداش الصغير فوق دي برايم فيها جاس داش صغيرة فوق هنا دي مجرد ما تلقاها دي معناتها جاي شنو من المعمل
دي للقطع المعملية العين بتاعتنا، لكن لو عايز الـ actual endurance stress هي هذه، ما بدون ما عندها أي حاجة فوق اللي هي SE بس. أوكي؟ يلا نفرق بين الاثنين. طيب هنا الـ SE الـ endurance stress للقطع بتاعتنا على حسب الظروف بتاعت الـ بيساوي شنو؟ بيساوي K1 KA KB KC KD KE KF مضروبة في شنو؟ الـ endurance stress للقطع المعملية، يعني نسميها الـ modification factors، يعني دي شنو factors أو عوامل نغير بها شنو؟ حيث KA هي شنو؟ الـ surface condition modification factors، والـ KB هي الـ size modifications دي الحجم، يعني على حسب الأحجام بعدين نشوف. والكيس هي اللود موديفيكيشن فاكتورز، على حسب اللود ممكن يكون اكشن لود، ممكن يكون بند، ممكن يكون تورشن. والكي اي هي الريليبيليتي فاكتورز، على حسب الريليبيليتي اللي احنا عايزينها في الديزاين بتاعنا. والكي اف هي ميسلينوس افكتس، يعني فاكتورز. ديل هي اشياء اخرى يعني احنا نديها الاعتبار، بعدين هنشوف الاشياء الاخرى دي شنو. يعني مرات في اشياء بتسحب لك دي ممكن شنو تديها برضو اعتبار، تديها شنو حيث اس اي برايم. الاس اي برايم دي اللي هو شنو؟ دي الروتري بيم تيست سبيسيمين انديورنس ليميت، دي اللي هي جايه من المعمل. الانديورنس ليميت بتاعت شنو؟ السبيسيمين او العين اللي انت اختبرتها شنو في المعمل. طيب والاس اي هي الانديورنس ليميت at critical locations of machine part in the geometry of and conditions of it. طيب ال SED هي اساسا هي الانديورنس بتاعتك في الكريتيكال لوكيشنز، بعدين لما نجي نعمل دراين بنعرف شنو وين الكريتيكال لوكيشنز، يعني في اضعف نقطه في البيم مثلا عايز تعمل لك عمود، والعمود ده مدرج ومحمل بتحاميل مختلفه في على طول المحور بتاعه، ففي محل بيكون فيه التحميل اقصى ما يمكن والاستريس بيكون اعلى ما يمكن، فالمحل دي بنسميها الكريتيكال لوكيشنز. يعني فانت بتصمم اضعف محل ممكن تتكسر وين في العمود وتصمم عليها، هي قد تكون هي اصغر قطر وقد تكون هي غير ذلك، يعني هنشوف. طيب نبدا نشوف ال KA اللي هي surface شنو factors أو surface condition factors. طيب وجدوا أنه السطح بتاع أي قطع أنت لما تجي تصممها له أثر في الفاتيج، لأنه طريقة الاختبار بتاعك للsurface طريقة الفينيش أو التجهيز بتاع السطح ممكن يختلف من طريقة لشنو لطريقة. أوكي؟ يعني ممكن انت تعمل لها جرايندينج، تعمل لها ميلينج، ممكن تعمل لها ماشينينج، ممكن تعملها اصلا بكايستنج، كلها شنو يعني ممكن تنتجها بالطرق دي كلها، فاي واحد من السيرفس فينش بتاعه شنو بيكون مختلف من شنو من الاخر. اوكي، فوجدوا ان السيرفس فينش عنده تاثير على شنو على الانديورنس، ووجدوا انه كل ما كان القطعه بتاعتك او الماتيريال اللي انت مستخدمها كان الالتيميت ستريس بتاعه هاي، الالتيميت بتاعه هاي التيميت ستريس دائما بيكون حساس شنو للسيرفيس فينيش، يعني بيكون حساس لو انه صنعته بمخرطه ولا عملته بميلينج ماشين ولا عملته ب هوت رولينج ولا هوت كولد دروينج او عملته بكاستنج عادي. طيب الفاكتور اللي نحن هنستخدمه هنا اللي هو KE هو يساوي KA يساوي شنو؟ A مضروبة في الألتيميت ستريس مرفوع للقوة B، دي شنو؟ ده القانون اللي نحن هنقوم شنو؟ هنقوم بشنو؟ نستخدمه. هذا القانون بتاعنا اللي هو شنو؟ الفاكتور بتاعنا السيرفيس فاكتور عباره عن شنو؟ A وهو ثابت
مضروبة في الالتيميت ستريس اس يو تي مضروبة مرفوع للبوش شنو بي حيث A و B هي شنو هي عبارة عن شنو ثوابت الثوابت دي نوجدها من وين نوجدها من الجدول ده هنوجد الثوابت دي من هذا الجدول طيب لو ملاحظ الجدول ده فيه شنو فيه هنا مكتوب الفاكتر فاكتر A وده فاكتر B فاكتر A فاكتر A فيه شنو فيه بوحدتين في وحدة اللي هي الوحدة بتاعت البوصات وفي الوحدة بتاعت الـ SI unit اللي هو الوحدة العالمية اللي هو الوحدة بتاعت الميترز عادة احنا ما بنكون شغالين بوحدة شنو ما بنكون شغالين بوحدة البوصات يعني العمود ده عادة ما بنكون شنو شغالين بوان احنا بنكون دائما شغالين بشنو بالوحدة بتاعت المتر لكن لو اضطريت انك تشتغل بها ما فيش مشكلة هتشتغل بها طوالي اوكي المهم هي موجودة شنو في جدول طيب نجي نشوف هنا السيرفيس فينيش يعني دي طريقه شنو تجهيز شنو القطع بتاعتك اللي انت ماشي تصممها لانك انت لو صممت قطعه طوال المفروض توصي انه هذه القطعه يجب ان تصنع بالطريقه الفلانيه طيب ممكن يكون واحد من الطرق اللي هو الجراوند اوكي واحد من الطرق اللي هي شنو الجراوند اللي هو الجرايندينج اللي هو بحجر الجلخ يعني السطح ده شنو يسطح بحجر شنو حجر او نمرة اثنين ماشينينج او كول دروينج الاثنين دول تاثيرهم واحد اما تعمل له خراطه عادي الماشينينج او كول درو اللي هو بطريقه شنو البسق على البارد اوكي الطريقه الثالثه اللي هو شنو الهوت رول اللي هو الدرفله على الساخن يعني او بتكون مسخنه بعد ذاك هي شنو بيعمل لها الدرفله او الرولينج اوكي بعد ذاك الطريقه الرابعه ممكن نعملها فورجينج اللي هو شنو اللي بالطرق اللي هو زي الحداده يعني طريقه الحداده يعني تشكل عن طريقه الحداده طيب في اي طريقه هنا انت ان تبيعها قطعه بيكون عندك القيم بتاع الاي والبي شنو مختلفه فممكن تحسبها من الجدول ده فاذا كان اخذت مثلا الجراوند بتلقى قيمة الـ A هنا والقيمة بتاعت الـ B هنا ولو أخذت الـ Hot Roll بتلقى الـ A بتاعتها هنا والـ B بتاعتها شنو؟ الـ B بتاعتها هنا إذا أنت أي قطعة صممتها توصي أنه يجب أن تصمم يجب أن تصنع بالطريقة السيرفيس بتاعها المفروض يكون أو تصنع بالطريقة الفلانية تحدد الطريقة ومن الطريقة دي أنت بتعرف شنو السيرفيس فينيش بتاعك حيكون شكله شنو ولو هي اساسا مصنعه جاهزه بيقولوا لي لانها هي مصنعه بالطريقه الفلانيه وبعد ذلك انت ممكن تحسب الاي شنو والبي من هذا شنو الجدول وتستخدم القيمتين اي وبي ترجع للمعادله بتاعتك اللي قبل شويه المعادله دي تستخدم المعادله دي لحساب شنو لانك حسبت الاي وحسبت البي واوريدي عندك الالتيميت ستريس بتاع الماتيريال بتاعك وممكن توجد قيمة شنو KA KA تمشي تستخدمها في المارين شنو الإيكويجن بتاعتك الجبال اللي فيها 5 كيس الصحراء طيب نجي نشوف مثلا ده إكزامبل ده مدينك إكزامبل إذا تحسب فيه KA قال لك ستيل هاز مينيمم التيميت سترينث اوف 520 ميجا باسكال اوكي عن ماشين سيرفيس يعني السطح بتاعه صنع عن طريق شنو الماشيني اللي هو بالخراطة عادي قال لك استيميت كي اي استيميت قيمة شنو كي اي عايزين القيمة بتاع شنو كي اي طيب اذا هنضطر نرجع طوال شنو للجدول قبل شوية عندك المعادلة بتاعتك الـ KA يساوي A في الـ S في الـ Ultimate Stress مرفوع للقوة B. طيب الـ A والـ B نمشي نشوف الجداول بتاع الجدول بتاع شنو؟ A والـ B. والـ A والـ B بتعتمد على شنو؟ على نوعية السيرفيس فينيش. هنا قال لنا ماشين، يلا نرجع هنا
تلاحظ هنا لما تلقى المشين اللي هو سطر نمرة 2 في المشين سيرفيس دي مشين، اذا الـ A بتاعتها بقيمة الـ A 4.51 والـ B عبارة عن شنو؟ ماينس 0.265. خلاص كده انتهينا من دي. نرجع يعني شنو هي احد القيم بتاعتها، هي ظاهره هنا. يعني عندك ال K حسبناها، ال A وعندك شنو ال B حسبناها. نرجع للإيكويجن بتاعتنا، نجي نحطها هنا. الإيكويجن بتاعتنا K A يساوي شنو؟ A A مضروبه في الالتيميت ستريس مرفوعه في الأس بتاع شنو؟ في الأس B. دي القيمة بتاعتنا. K طلعت لنا شنو؟ بوينت شنو؟ 86. ولاحظ كل الكيس الفاكتورز دي هي تساوي واحد او اقل من الواحد، او اقل شنو من الواحد، يعني ما بتصل الزيرو، لكن هي شنو من 1.9.7.6.4 وهكذا. يعني كل ما كان القيمه بتاعت الكي كبيره معناته هو شنو التاثير بتاع الحاجه دي ليس كبير في الفاتيك، وكل ما كان صغر الشديد كل ما كان الاثر بتاع شنو كبير على شنو على الفاتيك، لانه بغير القيمه بتاعت شنو يلا دي كي اي كيف نحسبها كده. طيب نجي للفاكتور نمبر 2 اللي هو كي بي، لانه عندك الفاتيك المارين ايكويشنز بتاعتنا. لاحظ عندك كي اي وكي بي وكي بي لحد يعني نجي للاف. طيب الكي بي اللي هي الفاكتور السايز فاكتورز. طيب الحجم بتاع القطعه بتاعك له اثر كبير جدا جدا في الفاتيك، كل ما القطعه كبيره او صغيره له اثر شنو كبير شنو في الفاتيك. اوكي؟ طيب القطع كل ما كانت حجمها كبير كل ما كان الاستريس بتاعها شنو، لانه حسب لو عملت بندنج لقطعه بتلقى انه الشرائح الخارجيه دائما البندنج في الاستريس فيها بيكون شنو كبيره، او لو عملت لها انحناء الالتواء ولا كده برضه الشرائح الخارجيه من القطعه دائما بتكون شنو كبيره. فالقطع بتاعتك كل ما كان حجمها كبير بيكون الراديوس بتاعها شنو كبير، فبالتالي بيكون اثر شنو الاستريس بيكون شنو عالي في الخارج. طيب وبرضو السطح بتاعه لما يكون كبير السطح الخارجي بيكون المساحه بتاع السطح الخارجي بيكون شنو كبير جدا. يلا السطح كل ما كان السطح كبير كل ما كان احتماليه وجود الكراكس او الشقوق الصغيره المايكرو كراكس فيه احتماليه وجودها شنو كبير جدا جدا، فبيكون اذا اثر على الفاتيك ماله السطح ده ماله هيكون عنده اثر كبير على شنو على الفاتيك. اوكي؟ فعشان كده الناس بتدي شنو؟ اعتبار لشنو؟ للفاتيك. قال اذا كان يعني احنا القطع بتاعنا يعني احنا اللي عايزين نصممها دي هتكون شغاله تحت البندنج والتورشن لود، بس للبندنج والتورشن لود يعني احنا نشتغل بشنو؟ بالمعادله دي. اتذكر انه هذه المعادله صالحه فقط انه القطعه الماشيه تصممها هي معرضه للبندنج والالتواء. طيب المعادله دي برضه عندها شنو؟ عندها بالمليمتر، سو عندها شنو؟ بالبتاع السطرين اللي فوق ديل هم شغالات شنو؟ السطر ده وده الاثنين ديل ديل بوصات ما تشتغل بهم هسه، لكن لو اساسا انت عايز تشتغل بالبوصات هتشتغل بالسطرين اللي فوق، لكن لو شغال لو شغال بالمليمتر انت هتشتغل بشنو؟ يعني هسه حاليا ممكن نلغي الاثنين اللي فوق ديل لانه ديل شنو شغالين بشنو؟ بالانشز. هنشتغل بهم. يلا قيمة كي بي، القيمة بتاعت كي بي اللي هي الفاكتور سايز فاكتور بتوجيدها بشنو؟ بالمعادلة قدامك دي، هي اما تساوي دي على 7.62 مرفوع للباور ماينس 0.107 برضه بتساوي يعني بتساوي 0.107
0.879 مضروبة في D to the power 0.107. الحاجتين يعني الطرفين دي هم نفس الطريقة اللي استخدمت دي واستخدمت دي هي نفس الشيء، بس اللي هو 0.3 دي دام حذفها من المقام خدتها شنو؟ خدتها في البسط. اوكي؟ خدتها شنو؟ في البسط وهي اساسا مرفوعة للأس 0.107، فبالتالي قيمتها اتغيرت لي كده. فانت اشتغل اما بالاول او الثاني ما عندك شنو مشكلة. طيب فنحن هنا بنشتغل اما اشتغلنا بدي تشتغل بدي او تشتغل شنو بدي، يعني نفس الحكايه يعني. طيب السطر ده بيشتغل ب 200 دي في حاله الدايمتر بتاعك القطر بتاع العمود بتاعك بين اللي هو 2.79 مليمتر و 51 مليمتر، يعني من العمدان شنو الصغيرة لحد القطر بتاع 51 مليمتر تشتغل بالمعادلة دي. إذا كان القطر بتاعك أكبر من كده بين 51 لحد 254 مليمتر تشتغل بالمعادلة الثانية اللي هي شنو الـ KB equal 1.51 مضروبة في D اللي هو القطر نفسه، يعني أنت عندك قطر محدد تقوم تحط القطر هنا وترفعه في شنو بالأس ماينس 0.157. اوكي يلي انت بتحدد تختار السطر ده ولا ده، الدي هي اللي بتحدد لك شنو قيمة الدي، هي اللي بتحدد لك انك تختار السطر الفوق ولا دي اللي هو القطر بتاعك اقل من 51 ام اكثر من 51. طبعا اقل من اكثر من 254 دي عمدان كبيرة عندها حالات خاصة، لكن معظم شنو شغلنا نحن العمدان بتاعتنا بتكون اقل من 25 سنتيمتر يعني. اوكي القطر بتاعك. طيب هنا يعني احنا قلنا المعادلة دي تصلح فقط للبندنج والتورشن. اوكي وبرضه هي للراوند روتيتنج شنو دايمترز، القطع بتاعتك دي لازم تكون شنو دائرية ولازم تكون شنو التشغيل بتاعها بعدين شنو هيكون دوارة، يعني قاعدة تدور يعني ما ثابتة، القطع بتاعتك دي بعدين شنو شغالة تنقل باور بالدوران. طيب قال لك لو كان اكشن لود، لو التحميل بتاعك ليس بيندينج وليس تورشن يعني ليس الاثنين ديل هو اكشن لود، قال طوال تاخذ قيمة شنو؟ قيمة كي بي يساوي شنو؟ يساوي واحد. يساوي قيمة يساوي شنو؟ واحد. اوكي؟ إذا خليك شنو؟ الكي بي للبندنج والتورجن بتديك بالمعادلة دي. للاكشن لود بتديك شنو؟ يساوي شنو؟ قيمتها تساوي واحد، يعني ما عندها أثر، لو خديتها واحد كأنها لم تكن يعني. اوكي؟ طيب. ولاحظ المعادلات اللي انا قاعد اديك دي empirical equations. empirical equations دي معادلات جايه شنو بالتجارب تجريبيه، معادلات تجريبيه يعني ليست analytical، يعني ما تقدر تعمل لها بروف، تمشي تعمل لها شنو تحليل وبروف انها عشان تثبتها، اما انت تاخذها كده كما هي او ترفضها، لو ما عايزها ما عجبتك ارفضها. اوكي لكن جيب شنو جيب معادلاتك انت على عايزها، لكن لحد ما تجيب معادلاتك انت الخاصة بك اشتغل لنا بالمعادلات دي كده، وما بتقدر تقول ان المسألة دي غلط الا تثبت انها هي غلط، انت تاخذها كده بس او تعمل تجارب تقول الكلام ده غلط. اوكي لو اثبت اليوم اللي اثبت انها غلط ما حنشتغل بها يعني، احنا هنشتغل بطريقتك انت اللي انت عايزها. لكن لحد هسه حاليا دي قاعده تدي نتائج مضبوطه جدا جدا، فالامبريكال ايكويشنز ما محتاجه للبروف، انما اما تقبلها هي او ترفض كما هي او ترفضها. طيب الفاكتور الثالث اللي هي شنو؟ سوري برضه نواصل في شنو؟ السايز فاكتور. المعادله اللي قبل شويه دي قلنا للروتيتنج شنو؟ للروتيتنج شافت. للروتيتنج شافت. لكن اذا افترضنا انها هي ما روتيتنج ما بتدور
بس عليها تحميل قوة تحميل. لما تكون ما بتدور انت عندك شنو طرق معينة ممكن شنو توجد بيها شنو توجد بيها على القيمة بتاعت كي. ليه؟ لأنه لما يكون روتيتنج الاسترس بيكون شنو موزع عليه على المحيط كله. كل مرة القطعة مالها بتدور بتجي في نقطة معينة في أقصى إجهاد وبعد ذلك تجي تنزل لحد أدنى إجهاد وبعد ذلك كل مرة متغيرة كده. لكن إذا هي ثابتة بتلقى الشرايح الفوق والشرايح التحت هي بس فقط المتأثرة، لكن الشرايح اللي بالجنبات مالها ما بتكون متأثرة خالص. فبالتالي المسألة دي بتكون مختلفة في اسمه. فقيمة دي أن إحنا إذا كان ما روتيتنج فنحن عايزين دي المستخدمة هنا دي قيمة دي الصغيرة دي المرفوعة للأس دي نقوم نجيب لنا واحد إكويفيلنت واحد شنو إكويفيلنت للروتيتنج مناظرة معادلة للروتيتنج شافت يعني هي ما روتيتنج لكن نجيب عشان للروتيتنج. فبيقول لك أنه دائما هو المعادلات الجاية دي أخذوها من وين؟ يقول لك الإجهادات القصوى الشرائح الخارجية مثلا هي روتيتنج عمود روتيتنج كل ما طلعت لبرا الإجهادات مالها بتكون أعلى أعلى بتكون أقصى إجهادات وين؟ في القمة فوق. ففي القمة بيكون 100% كل ما تنزل لتحت بتكون شنو 95% 80% 70% إلى أن تصل زيرو بيكون شنو زيرو ستريس. طيب قال بياخدوا شنو تاخد الشرائح يعني بتاعت الروتيتنج دي تاخد الشرائح الخارجية اللي فيها إجهادات من 95% 100 فما فوق يعني كأنك أخذت زي شنو زي أنبوبة فوق الأنبوبة الخارجية من العمود بتاعك دي اللي بتكون متعرضة لشنو للإجهادات القصوى. الأنبوبة دي تقوم تقارنها شنو بالنون روتيتنج شنو شافت. لما يكون ما روتيتنج شافت عمود لما ما يكون روتيتنج شافت هو ده القطر بتاعه فالجزء الفوق ده والجزء التحت ده يعني لاحظ القطاع ده والقطاع الفوق ده هم بيكون معرضات لإجهادات شنو عالية. فبتاخد دي مثلا من معرضة من 95% فما فوق ودي من 95% فما فوق تاخد الماتريال دي والماتريال دي التحت تقوم تقارنها مع شنو مع الأنبوبة الجبيل الروتيتنج. فالحجم بتاع الماتريال دي اللي هنا النون روتيتنج تقارنها مع الروتيتنج شاف دي اللي هو الأنبوبة طبعا لما يكون روتيتنج بتكون الشرائح الخارجية دي هي شنو معرضة ل 95% فبتقارن الفوليوم بتاع الماتريال هنا مع الفوليوم ده بيديك شنو بيديك الإكويفيلنت ديامتر بيديك إكويفيلنت ديامتر فدي ما ادينك لها هنا في الشكل ده. فالإكويفيلنت ديامترز لما يكون نن ما روتيتنج الإكويفيلنت ديامتر شنو بيساوي شنو 0.37 دي يعني لو عندك عمود القطر بتاعه 50 مليمتر وعايز توجد الدي عشان تخدها في الـ في الـ في الـ في في المعادلة اللي قبل شوية يعني تخدها في المعادلة دي أرجع لك ورا تخدها في المعادلة دي القيم دي في المعادلة دي الدي دي هتوجد وين لأنها هي دي للروتيتنج دي للروتيتنج. فلو ما كان روتيتنج لازم توجد دي المناظرة لها تجي تخد شنو تجي تخد القيمة دي 0.37% من القطر بتاعك الأصلي. إذا كان قطر 50 وهو ما روتيتنج تقوم تضربه في 37% ده الإكويفيلنت والإكويفيلنت دي تمشي هناك للمعادلة الجبيل دي وتحسب بيها شنو القيمة بتاعت الكي بي ده للعمود شنو الدوار. طيب ولو عندك المقطع بتاعه ريكتانجولر اللي هو مقطع مستطيل كده برضه تستخدم شنو الإكويفيلنت دايمتر بيساوي كمية دي عندك عندك H شنو و B يعني عندك دي H ودي شنو B و
تستخدم الاسم اتش بي لل الاطوال دي عندك ليها ترفعها في السنوس اللي هو الجذر الطبيعي بتاعه وتضربها في 0.80 ده بيديك الايكوفيلنت دايمتر. تستخدم الايكوفيلنت دايمتر ده في المعادله دي هنا, وبعد ما تجيب الايكوفيلنت دايمتر تلقاه اكبر من 51 ولا اقل من 51, بعدك تجي تختار ده او ده تستخدمه هنا. اوكي, اذا الان احنا عندنا لو كان العمود بتاع الدوار under bending او torsion تقوم تشتغل بالمعادله دي, تشتغل بشنو؟ بالمعادله دي مباشره, تجيب القطر معلوم سوري تشتغل بالمعادله دي مباشره, تشتغل بالمعادله دي مباشره. ولو ما دوار حتضطر توجد الايكوفيلنت شنو؟ تضطر توجد الايكوفيلنت شنو؟ دايمترز دي. اذا كان دائري ما دوار عنده قيمة معينة, وإذا كان ريكتانجولر برضو عنده شنو قيمة معينة, ولو كان أي شيب آخر برضو جايبين له شنو قيم, يعني شنو يا حد القيم بتلقاها من هنا. إذا كان دائري ما دوار اللي هي دي إيكوفيلنت دي بتاعته كده, إذا كان ريكتانجولر الإيكوفيلنت دي بتاعته كده, إذا كان شكل آي دي الإيكوفيلنت شنو دي بتاعته كده, دي الإيكوفيلنت شنو دي بتاعته كده. وإذا كان شكلي يعني يو مقلوب كده أو يو دي الإيكوفيلنت شنو دي بتاعته شنو كده. أوكي, فنحن ما حنعمل يعني, المهم أنت تكون عارف الحاجات دي ويكون موجودة بالنسبة لك. فدي قيم لو اضطرينا نديك لها نديك القيم بتاعتها دي, يعني أنت ما ماشي تحفظها يعني. طيب عندنا example هنا. طيب ال example هنا قال steel shaft, طبعا ليش نحسب بوشنو؟ نحسب بوشنو ال K B بتاعنا. طيب ال steel shaft loaded in bending, أول حاجة in bending خلاص اتعرفت معناته طوال, هنشتغل بشنو؟ بالمعادلة الجبيل, لأنه ديك المعادلة الجبيل فيها للبندنج والتورشن. لو كان للاكسيال طوال القيمة K بيساوي شنو؟ بيساوي 1, لكن ده للبندنج معناتها هنضطر نشتغل. الدايمتر بتاعها شنو؟ 32 ملم 32 ملم. اباتن افليتد شولدرز يعني مجاورة لشنو؟ لعمود, يعني عندها شولدرز يعني قطعتين, عمود صغير وجنبه طوال شنو؟ عمود شنو؟ اكبر منه. مرحب. طيب عمود فيه شولدر يعني من جزئين, والقطر الاصغر 32 والثاني شنو 38. The shaft material has a mean ultimate stress of 619 ميجا باسكال. اوكي 690 ميجا باسكال. Estimate Marin size factor of KB if the shaft is used for rotating mode and non-rotating mode. يعني احنا عايزين نحسب اذا كان الشافت ده مستخدم للروتيتنج مود او non-rotating اذا كان بيدور او ما بيدور. فنحن عندنا شافت عنده قطرين 32 وعنده كم 38. طبعا الجهه الاضعف هنا اللي هي ال 32, وحنشتغل على شنو؟ على ال 32. اوكي؟ طيب نجي نشوف مفترض نعمل شنو؟ اول حاجه لو رجعنا للمعادله بتاعتنا القطر بتاعنا كم؟ 32, وال 32 اقل من الكم؟ اقل من ال 51. اقل من ال 51 طوال حنمشي للايكويجن وينه؟ نجي للإيكويجنز دي أقل من 51, نجي نشتغل بشنو؟ بالمعادلة دي, دي المعادلة بتاعتنا. إما اخترنا الجزء ده اليسار ده
او اخترنا جزء الاثنين يعني مع بعض يعني ده او ده يعني هو نفس القيمة بتديك نفس القيمة يعني اوكي ف دي المعادلة بتاعتنا اللي هي كي بي يساوي دي على كم 7.62 مرفوع للقوة شنو 0 minus 0.107 والدي يساوي 32 خدينا قيمة الدي يساوي 32 والقيمة بتاع النهائية ظهرت لنا كي ايكوال 0.858 طيب دي اذا كان روتيتنج شافت طيب اذا كان ما روتيتنج شافت ما روتيتنج شافت هنضطر نمشي لشنو نشوف الايكوفيلنت دي الدي دي بدل 32 عندها قيمه شنو ايكوفيلنت مفروض نضربها في فاكتور صغير طيب هو عمود دائري للامدان الدائريه لو بتتذكر للامدان الدائريه الايكوفيلنت دي مفترض يساوي يا هدى دي ايكوفيلنت اللي هو 0.37 نضربها في شنو في الدي اللي هو ال 32 بتاعتنا دي اوكي اذا نرجع شنو يا هدي الايكوفيلنت فاليو بتاعتنا دايمترز يا هدي خدينا 32 طلعت لنا شنو 11 يعني الدايمتر الايكوفيلنت هو لما ما يكون روتيتنج يعني زي وزي العمود القطره 11.8 ملم يعني ال 32 ملم الروتيتنج الما روتيتنج بيشبه لنا تماما العمود القطره شنو 11 ملم روتيتنج اوكي ده دي الفكره بتاعت الايكوفيلنت يعني اوكي يعني زي وزي ده مع بعض اذا نجي نخد القيمه بتاعتنا في نفس الايكويشنز اللي قبل شويه نفس الايكويشنز دي لكن قيمه الدي دي بس هتكون 11 بدل 32 يا حجبناها هنا وخدتناها شنو 11.84 خدتناها هنا والقيمه بتاعتنا جانت بوينت كم 0.954 دي الكي دي كده المساله دي اتحلت وجبنا قيمه شنو الكي دي طيب اللودينج فاكتور الكي الثالثه والرابعه الكي سي دي اللود فاكتورز ودي طبعا بتعتمد على شنو نوعيه التحميل ان احنا يوم عملنا التست بتاعت الانديورنس ستريس كانت عملت على شنو على البندنج القطعه بتكون دايره وبعدين معرضه على البندنج واتعملت على كده عشان كده اللود بتاعك القطعه اللي انت ماشي تصممها هتشتغل بس بندنج اذا ما فيش لزوم تعمل لها الفاكتور ده بيكون ما عندها اي فاكتور عشان كده الفاكتور بتاعي يساوي واحد يعني تضرب في واحد الانديورنس ستريس بتاع السبيسيمين تضربه في واحد اللي هو نفسه ذاته يعني ما فيش اي شنو تغيير لكن لو عندك اكسيال لود او عندك تورشن اوكي يعني معرض لقوه محوريه او لالتواء فالقيم بتاعتك شنو بتكون شنو متغيره فالكي بيساوي اما 85.85 او 0.59 على حسب هو شنو اللود بتاعك اما اكشن او البندنج فنحن هنا نشوف البندنج بتاع اللود بتاعك حيكون شكله شنو اوكي تشوف اللود بتاعك شكله شنو اذا كان بندنج واحد اذا كان اكشن 0.85 اذا كان شنو تورجن حيكون شنو 0.59 اوكي طيب برضه نجي نشوف التمبريتشر التمبريتشر فاكتور برضه وجدوا انه التمبريتشر عنده اثر على الفاتيك كل ما كان التمبريتشر زايده او ناقصه بيكون شنو الاثر شنو الاندورنس ستريس شنو بتختلف شويه فبتلقى انه التمبريتشر فاكتورز هي بتاخذها شنو بتاخذها سوري من هنا التمبريتشرز من 20 لحد شنو لحد 600 هنا اوكي فانت ممكن تختار الرينج اوكي ودي الفاكتورز بتاعتها الفاكتور شنو بتاعتنا اللي هي اس تي على اس تي ار تي يعني الاس تي اللي هو الاستريس ات روم على التمبريتشر العاديه الوركينج تمبريتشر واس تي ار اس اس ار تي الار دي للروم تمبريتشر انا بتلقى اس RT يعني room temperature و ST دي working temperature العادية دي ظروف التشغيل الطبيعية يلا وجدوا انه
الفاكتورز الالتيميت ستريس هو دائما بيتغير شنو على حسب شنو يعني في فاك يعني بيتغير مع شنو مع التمبريتشر والريشيو ده بيتغير شنو مع التمبريتشر يلا الريشيو ده هو الفاكتور بتاعنا احنا هنشتغل فانت تشوف القطعه بتاعتك دي اذا كان من 20 درجه لحد 50 درجة لحد 20 درجة بنشتغل بفاكتور يساوي 1 50 درجة هنكون 1.101 إذا 250 درجة بيساوي شنو 1.1 هنا إذا كان 350 هيكون شنو 0.9 إذا كان 400 هيكون 0.9 برضو أوكي يلا شوف لحد ما تنزل اذا كان 600 بيكون 0.549 فانت تشوف التمبريتشر بتاعتك وين وتجي تحطها هنا اذا كان التمبريتشر بتاعتك بين القيم هنا يعني ما لقيتها مثلا بين 250 ل 300 شوف القيمه بالضبط وين اقرب للفوق ولا لتحت بعدك اختار شنو واحده او تعمل انتربولشن بوليشن بين الاثنين وتاخذ لكن لو اخذت واحده من القيمه الاقرب اوكي يعني بتقضي يعني ما فيش مشكله بتاعتك خالص يعني لانه الفريق ما كبير هيكون ف دي الفاكتورز الكي بتاعتك يعني اس تي على اس ار تي دي الفاكتورز هي ذاتها بتساوي لك هي شنو الكي دي اللي قبل شويه طلعناها من الجدول يا حد ذاتها اللي هو الكي فاكتور الكي دي بتاعتنا طيب برضو الكي دي ممكن تتحسب حساب بالحساب يعني لو اشتغلت بالايكويجن دي اشتغلت بالإيكويجن دي ممكن تحسب شنو الكي دي يعني لو ما عايز تشتغل بالجدول عايز تشتغل بالحساب قوم اشتغل بال يلا اشتغل بالحساب حيث شنو تي بي وبعدين تي اف تي اف تي اف تي اف اللي هو شنو دي الدرجات الحرارة شنو اللي انت بعدين تجي تخطها فيها درجة حرارة ما عليك اللي تخطها شنو بالبولينوميال دي من اربعة من الدرجة الرابعة بيت شنو ممكن تحسب بها بدون ما تمشي شنو للجدول ده اوكي فاذا بتقدر تحفظ حاجه زي دي اوكي ما بتقدر تمشي شنو للجدول فنحن ممكن نوفر لك اما وفرنا لك بعدين الجدول او وفرنا لك شنو المعادله دي واحده منهم يعني ممكن احنا نوفر لك معادله ونوفر لك الجدول او قد نوفر لك الاثنين وانت تختار شنو ما عايز طيب عندك الريليبيليتي فاكتورز التجارب اللي اتعملت في السبيسيمين دائما الريليبيليتي بتاعتها شنو او الموثوقيه درجه الموثوقيه بتاعتها في المعامل هي 50% 50-50 اوكي والريليبيليتي طبعا يا جماعه الكلمه بتاعت الريليبيليتي دي اي زول في الميكانيكال في اي بتاع لازم الريليبيليتي يكون عارفها هي شنو انه القطع بتاعتك او المكنه بتاعتك الريليبيليتي درجه الريليبيليتي دائما هي نسبه مئويه يعني 50% 60 70 80 90 كده يعني دائما احنا الريليبيليتي بتاعتنا هي اكثر من 90% دائما بنشتغل يعني لدرجه انه بتصل 99.99 كده في المية يعني الريليبيليتي 50 70 80 دي طبعا تعبانه شديد يعني فدائما الريليبيليتي ابف 90 او 95 فما فوق يعني مثلا لو قال لك الريليبيليتي بتاع الحاجه دي او المشين دي مثلا 90% يعني دي درجة الموثوقية بتاعت المادة دي القطعة دي يعني القطعة دي ممكن تكون تشتغل بالنورمال في النورمال كونديشن بتاعها يعني انت لو شغلتها في النورمال كونديشن زي ما قال الديزاينر وعداك العمر الافتراضي بتاعها مثلا سنة كاملة يقول لك خلال هذه السنة الريليبيليتي بتاعها 95% يعني انت لو شغلت 100 جهاز من هذا النوع لمده سنه تاكد ان 95% بتاعتهم حتمر وما حيحصل فيها اي خساره والخساره بتكون وين؟ فقط يعني ممكن تتعطل حوالي 5% الباقيه دي الريليبيليتيز بتاعتنا طيب احنا هنا الريليبيليتي فاكتورز على حسب شنو؟ يعني لو ملاحظ عندك الكيرف ده لثلاث شنو مواد في كربون ستيل وعلوي ستيل والرف شنو ايون يا هنا سوري
هنا. الدوائر اللي عامله دوائر دي المفرغه دي هي شنو؟ للكربون شنو؟ كربون ستيل و ول سوري بس على سامع تشيك اوكي شغال. والدوائر المليانه دي الوي ستيل و العامله كروس دي هي عباره عن شنو؟ الكروس دائما لو ملاحظ الرف ستيل دائما في المحل دي اما دي كده اوكي. فوجدوا انه الانديورنس وجدوا انه الانديورنس ليميت يعني الانديورنس ليميت ودي التنسايل سترينث دي العلاقه بينهم هيكون شكلها شنو؟ هيكون شكلها كده اوكي. فاذا كان لك ريليبيليتي 50% يحدد 50% الكيرف بيكون شكله كده 60% شكله كده هنا كمان 40% شنو ده الكيرف التحت ده هو 40 شنو في المية كده. كل ما كان درجه الموثوقيه كبيره كل ما الكيرف ماشي شنو لفوق. وبعدين العلاقه بين الاندورنس ستريس والالتيميت ستريس بتتغير شنو على حسب الريليبيليتي بتاعتنا. طيب احنا عندنا شنو الجدول ده ممكن نحسبه الريليبيليتي فاكتور بتاعتنا اللي هي كي اي. تيجي تشوف الريليبيليتي بتاعتك من هنا من 50% وماشي لحد 99.999499 اوكي. تيجي تشوف الريليبيليتي اللي عايزها ومنا ممكن توجد الريليبيليتي فاكتور كي. العمود ده ما تشتغل به هسه لانه دي ترانسفورميشنز فيريانس زد دي ما معانا هسه دي مستخدم في حاجه ثانيه. بعدين هسه حاليا حنشتغل بشنو؟ بالعمود اليمين ده اوكي. يلا تيجي تشوف الريليبيليتي مثلا 95% قال لك الريليبيليتي انا عايزه 95% ما عليك الا تمشي القيمه بتاعته هي عباره عن شنو؟ 0.868 بالريليبيليتي بتاعتنا. اذا كده يعني احنا شنو؟ بنقدر نحسب شنو؟ كده. فانت اما قررت الريليبيليتي بتاعك المفروض تكون كم او قالوا لك الريليبيليتي المفروض تكون كده كذا في المية وبعدين تجي تختار الفاليو بتاعت الكي فاكتور وبعدين تشتغلها تستخدمها في شنو؟ في المارين ايكويشنز. والفاكتور الاخير اللي هو اف كي اللي ميسلينوس فاكتور افكت اللي هو لاشياء اخرى اوكي. دي يعني زي الريسيدوال ستريسز لها تاثير والدايركشنال كاركترستيك فور كول وركينج برضه شنو؟ لها تاثير والكيس هاردنينج لها تاثير يعني تريت لو عملت هي تريتمنت لها وعملت لها كيس هاردنينج برضه والكوروجن برضه لها تاثير اللي هو التاكل يعني برضه له تاثير والسيرفيس كونديشننج برضه لو عملت له بليتنج الكترولايت بليتنج مثلا زي البليتنج بيعملوا بالالكترولايت ده او عملت له كوتنج بالسبراي عملت له بوحيه عاديه برضه له اثر وسايكليك فريكونسيز برضه له تعرض شنو دي كلها عليها شنو؟ ليه اثر. فدي طبعا هنا ما مدينا لها قيم لكن مفترض الزول يديها اعتبار. فبرضه ممكن يكون عندك فاكتور ممكن تاخذ فاكتور اللي حسب الاشياء اللي انت بتقدره وحسب الخبرات بتاعتك حسب الخبرات طبعا. تحسحنا انا ما مدينا له لانه اساسا حساباتها مرات بتكون صعبه شويه لكن بالخبرات الناس بتاخذ شنو القيم بتاعتك. ولكن في ديزاينز متقدمه ممكن تحسب القيم دي لكن بالنسبه لك انت هسه حاليا يعني تديها اعتبار. اذا كان في ريسيدوال ستريسز عاليه ممكن تديها مثلا 0.9 0.8 كده يعني انت بس عشان ما تكون في شنو في السيف سايد بتاعتك اوكي. طيب كده ان احنا انتهينا من مارين ايكويشنز وان شاء الله المحاضره الجايه هنخش ثاني في حاجه ثانيه اللي هو الستريس كونسنتريشن النوتش سنسيتيفيتي اوكي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.